مساء الخير والروحانيات والبركة على حضراتكم، وأهلا بكم في حلقة مباركة إن شاء الله تعالى بإذن الله من طريقي، معطرة بذكر الله سبحانه وتعالى وذكر حبيب سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، سيد البشر وخير الأنام. إحنا دلوقتي في أيام مباركة وفي انتظار أيام أكثر بركة، وهي الهجرة إلى الله سبحانه وتعالى ولقاء بيت الله سبحانه وتعالى والصلاة في الروضة الشريفة وزيارة قبر الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام والوقوف على عرفة. هي زي ما بيقولوا كده الهجرة إلى الله، وما فيش أحلى ولا أجمل ولا أشيك ولا أروع ولا أسمى من دي هجرة لله سبحانه وتعالى. أيام مباركة دايما بيسبقها طقوس وروحانيات من المصريين ومن العالم الإسلامي، بيكثر فيها التطلع لزيارة بيت الله سبحانه وتعالى. ربنا إن شاء الله تعالى يدي كل مشتاق، لأن النظر إلى مكة بالدنيا وما فيها، كم من مريض نشوفه وكم من حزين أذاب وأزال الله حزنه، وكم من مهموم ربنا سبحانه وتعالى فرق كربه وشال همه. إن شاء الله تعالى يا رب يرزقنا زيارة مكة وآل بيت الله بإذن الله إن شاء الله تعالى. زي ما بيقولوا كده، إيه العمل يا أحمد؟ يوم طلعت المشهد كل الأمم تشهد إنك رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإذا كان جمال سيدنا يوسف قطع أيدي النساء، فجمال محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ملأ الأرض والسماء العقول. فكفاكم يا بني الزهراء فخرا إذ ما قيل جدكم الرسول، فأباكم فارس الهيجاء علي، وأمكم الطاهرة المطهرة البتول. لو اتكلمنا النهاردة أن احنا هنصف الرسول عليه الصلاة والسلام في أنشودة أو أناشيد، لا نوافيه حقه لأنه أكبر من حجم الكلمات، ولكن هنستمتع النهاردة مع ضيف سنه صغير ولكن كبير بموهبته. ربنا سبحانه وتعالى من عليه بأن صوته جميل، وكلمة جميل دي في الإنشاد الديني وقارئ القرآن الكريم دي بتبقى لها توصيف بمعاني تانية، إن صوته بيدخل قلوب الناس بلا استئذان. احنا بنفرح والله العظيم ما بنلاقي شباب في هذا السن الصغير وواخد الاتجاه الصح، الاتجاه اللي هو هيخلي محصلته عند الناس أكتر وأحسن، والأسمى من ده إن هو يكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى ويكتب له بإذن الله الخير. قاعدة كده لذيذة دايما بيقولك، لما بيكون معاك حد صوته حلو وقارئ للقرآن الكريم ومنشد للإنشاد ومداح للرسول عليه الصلاة والسلام، فبنقول قليلا من الكلام لكثيرا من الاستمتاع. نلحق نستمتع بضيفي الجميل صغير السن وكبير القامة صاحب الصوت الحلو الشيخ صالح نصر. حبيبي مشرفنا والله. ربنا يخليك، ده شرف لي. ربنا يكرمك. كل سنة وانت طيب. وحضرتك بجد أنا والله العظيم صديقي مستمتع، بفرح والله من جوايا، يشهد الله ان يعني بلاقي شاب سنه صغير واخد الطريق الصح، واخد ان يستثمر موهبته اللي ربنا سبحانه وتعالى من عليه بها بطريقه صحيحه ويستغلها ويطلع كمان موهبته ان الناس تستمتع. مفيش احلى ولا اجمل من استمتاع بانك انت تقرا القران الكريم، مفيش احلى ولا اجمل استمتاع بانك انت تقول للناس مدح في الرسول وآل بيت الرسول والانبياء والصحابه، وتقول لهم والله والله الناس دي يعني قدرها عالي وعظمتها عالية. فخير الاستهلال دايما بيكون القرآن الكريم، وانا عارف انك انت حافظ للقرآن الكريم. الحمد لله رب. فما بعد القرآن الكريم لا يجوز ان احنا نتكلم اي كلام، فنستمتع كده ويكون استهلال من عندك. حابب تشرحنا ايه من ربنا يمن علينا الحكيم بالمدد ويمن علينا بنفهم نفحات سيدنا النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. ان شاء الله هنبتدي بآيات من القرآن الكريم ان شاء الله. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. Oh.
ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. تعطينا والله صوتك جميل. بسم الله ما شاء الله. ربنا يحفظك يا رب. انت حافظ القران الكريم؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد من لله. من بدري ولا دلوقتي ولا أنا يعني البدايه كانت ازاي؟ بس انا شايف برضو لسه سنك يعني صغير. الحياه قدامك ان شاء الله. 19 سنه. 19 سنه فقط. طبعا والدتي لها الشكر طبعا من هذا المكان. ووالده والدتي رحمها الله اللي هي جدتي وقفت معايا ان انا احفظ القران الكريم واصروا ان انا ادخل الازهر في وقت قليل جدا. والحمد لله لما وصلت سته ابتدائي اتممت حفظ القران الكريم على ايد الشيخ صبحي حسن عبد البصير. وبعدها انتقلت بقى ان انا اتعلم ان انا اتعلم دراسه القران الكريم احكامه وقراءاته وتجويده والقران علومه كبيره طبعا وكثيره طبعا. فانا خط هذا يعني حاولت ان انا ادخل في ده ان انا اتعلم علوم القران الكريم على ايد مولانا الشيخ محمد حسن حوسه. وحاولت ان انا اجتهد. وقت الفراغ ابتديت ان انا انشد في مدح الرسول الله صلى الله عليه وسلم. بعدها سمعت ان في نقابه للانشاد الديني يرأسها مولانا الشيخ محمود ياسين التهامي والمايسترو مصطفى النجدي والشيخ طبعا طه الاسكندراني ومولانا الشيخ طه حسين. دول طبعا رؤساء نقابه الانشاد الديني في مصر. وبعد كده قدمت في المدرسه والحمد لله بقيت مع مولانا في الدفعه الخامسه. وطبعا مدرسه الانشاد الديني هنا في القاهره. وطبعا الشيخ محمود التوامي بقدم له كل الشكر من هذا المكان لانه تعب جدا على بال ما عمل ده. تعب في انشاء هذه المدرسه. وطبعا هو بيجدد التراث وبيحيي التراث لمشايخنا القدامى رحمهم الله. لا جهد الصراحه يشكروا عليه. انا عارف دايما كتير ضيوفنا بيكونوا هنا بيكونوا خريجين هذه النقابه المحترمه ومدرسه الانشاد الديني لان هو بيحاول يتعلم الانشاد كما يجب ان يكون. نعم على فن المقامات. لكن نعم. تعال نرجع شويه تاني. اصل انت يعني شاهد من كلامي بتقول لي ربنا انعم عليك وكرم عليك بانك انت تحفظ القران الكريم في سته ابتدائي. اكيد سته ابتدائي يعني 12 او 11 سنه. طيب ده ما كانش ليه علاقه بالمدرسه. ده كان قبل المدرسة يعني بكتير. يعني رحت كتاب ولا جامع؟ أكيد ولا أنا كنت بتعلم في كتاب عند الشيخ صبحي حسن عبد البصير. ما ده اللي أنا عايز أقوله. يعني لسه ما زال الكتاب هو المدرسة الحقيقية. الشيخ صبحي له فضل عليا كبير. أو لحفظ القرآن الكريم. نعم. لازم المنشد يكون حافظ القرآن. ليه بقى؟ لان القراءه يعني بعيد عن ربط الانشاد. اصل في ناس حفظت القران الكريم ولكن هم مش منشدين. هي برضه قدرات يعني ومش ايهما افضل. انا بتكلم عاوز ارجع لفكره الكتاب لسه هو دلوقتي النواهي الحقيقيه اللي بتطلع حافظ القران الكريم الصح المتقن اللي بسرعه لان هي اللي بتتقن الحروف ومخارج الالفاظ عند القارئ او المنشد. لسه موجود. انت منين يا شيخ صالح؟ انا في قريه تسمى عرب الراشده. تمام. تبع مركز طوخ اليوبيه. نعم. وانا برضو لاحظت ده ان دايما عند اهالينا في الوجه بحر او في الصعيد مازال وخصوصا في القرى والنجوع لسه الكتاب يعني موجود عندكم. موجود بكثره يعني. موجود. نعم. نعم. بتفرح والله لما بتلاقي حاجه لسه كده. اكيد ببقى مبسوط ان بيبقى في اطفال بتتربى في حب القران واللجوء الى الله والصلاه وتعليمهم الصيام والزكاه. عليه اقبال كل هذا. نعم عليه اقبال. وانا مبسوط والله بقول لك بجد لان ده حاجه تخلي الواحد سعيد ان لسه في ناس اهل للقران وبيزال يبقى في تواصل للاجيال بعيد بقى عن الاماكن الرسميه لان المدرسه يعني
اكيد مش هتحفظك القران، حتى لو الازهر الشريف في علوم تانية برضو بتبقى موجوده اكيد طبعا، في علوم التوحيد والتفسير كل ده بينمي عند الطفل او عند الطالب، بينمي عنده الموهبه، بينمي عنده الذكاء، انه يعرف يتكلم ازاي. فتحالين فانهي مرحله دراسيه بقى؟ انا بدرس في كليه اصول الدين جامعه الازهر. طبعا وان شاء الله كليه العمالقه والعلماء، الحمد لله رب العالمين، ربنا يمن علينا يا رب. لو عدينا الخريج الكليه دي بالذات كمان هتلاقيها يعني معانا لبكره عشان نقول اعلام. طبعا الحمد لله رب العالمين. طيب مين قال لك والله حقيقي صوتك جميل بسم الله ما شاء الله؟ الحمد لله رب العالمين. مين بقى قال لك كده ده صوتك حلو تعالى سمعنا، غير الوالد وجدتك عليها رحمه، غير الوالده وجدتك عليها رحمه الله يعني؟ انا كنت وانا صغير طبعا في عندنا حاجه اسمها ميتم اما او عزاء، اما موجود في كل مصر موجود طبعا. انا كنت لسه طفل، اتقدمت صليت بالناس في مره، لقيت شيخ بيصلي ورايا، قال لي انت صوتك كويس، بعد كده خدني قرات في عزاء. الحمد لله ده كان حافز لي. طبعا يعني طبعا انت كويس. خدني طبعًا. الحمد لله ربنا من عليا. ساعات بيبقى في طريقك، ساعات بتبقى محظوظ ان حد يكون عينه كشافه ليك، اكيد شايفك أكيد يعني، خد بايدك، ما هدي المؤازره الحقيقيه حتى لو ما قدملكش حاجه لكن قدمك. وانا انا نفسي ان الاعلام يسلط الضوء على القراء والمنشدين. قول كل اللي في نفسك انت هنا في مصر الزراعيه وبرنامج طريق ووش حلو على كل الناس، وثق في الله هتمر الايام قريب وهتبقى نجم زي ما انت نجم، لان يكفيك فخر انك حافظ كتاب الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، ده نعمه من ربنا بيمنها على الانسان. بس اهم حاجه الانسان يستخدمها صح، يستخدمها وينميها كويس ويستخدمها في الخير ان شاء الله تعالى باذن الله. الحمد لله. طب تعالى بقى نستمتع تاني كده بالانشاد، شوف انت حابب تسمعنا ايه. حضرتك قلت في المقدمه ايه العمل يا احمد؟ طبعا. يبقى هنقول ايه العمل يا احمد؟ اتفضل. ايه العمل يا احمد؟ الله يوم طلعتي المشهد كل الأمم تشهد إنك رسول الله، طال البعد سيدي الله حبك يجرف وريدي، يا ريت الوصل بيدي، يا ريت يا ريت الوصل بيدي، مرضى البعاد له والله. إيه العمل يا أحمد؟ يوم طلعت المشهد كل الأمم تشهد إنك رسول الله، قلت يا قلبي يا قلبي يا قلبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام جميل، ربنا يحميك والله. التراث انت قلت برضو في النقابه بيعلمونا التراث، وانت اكيد قارئ برضو للتراث، ودي ثوابت في تراث موجود ابن الفارط وما شبه سيدنا الامام ابن الفارط، ثوابت موجوده. ولكن هو الانشاد الديني بيتجدد يعني، ممكن تلاقي مفردات تانية موجوده في اكيد طبعا بيتجدد يعني. في حد دلوقتي مؤلفين للانشاد الديني؟ مش مؤلفين للانشاد الديني، هو في في مؤلف للكلام في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، ده بيرجع بقى للمنشد او المبتهل ياخد الكلام. طبعا لو في ملحن هيوديه لملحن عشان يلحن له الاغنيه او الانشوده، يا اما ان هو بيعتمد على التلحين بتاعه الخاص بيه. انا الحمد لله لحنت اغنيه كل الصحابه في عادته، وده كان فيديو كليب صدر ليا في استوديو السماء. الحمد لله رب العالمين، واكتر من عمل متهيألي الحمد لله حاجه رب تانية غير ده. الحمد لله رب العالمين، في مشاركات كثيره في التلفزيون ومسابقات الحمد لله رب العالمين.
ربنا يكتب لك النجاح. وده بيرجع طبعا للمنشد او القارئ في التلحين، بيبقى صيغته هو، صيغه القارئ بيميل لايه، بيميل لمقام النهواندي، بيميل لمقام الكرد، الصبا، العجم، الرست، كل دي مقامات. طبعا التلحين ده بيرجع له هو، يعني انا عايز ده لكاتب الكلمات او للملحن. للملحن، ولا للملحن بخصوص المنشد. هي عموما المنشد هو المنشد هو اللي هينشد الكلام، بيشوف التون الصوت والطبقه اللي يتماشى معاها. طبعا ممكن يلحنها باي لحن، وطبعا بيهدي التون بتاع صوته. يعني قصدك تقول ان هي دي منظومه ودراسه مش عشوائيه، او طبعاً كلمات مرسله بتقولها الانشاد علم. علم الانشاد علم صحيح، وليس هوايه، هو علم. ما ده اللي بنقوله للناس بقى، هو علم. الانشاد علم، الانشاد علم. ولو دخلنا في علم الانشاد بحر واسع، بحر كبير جدا. طبعا الشيخ محمود التهامي والماستر مصطفى النجدي بيحاولوا يوصلوا كده للمنشدين اللي موجودين حاليا في الدفعه التاسعه والدفعات السابقه. كل ده الشيخ محمود التهامي بيسعى جاهد على توصيل الفكر وفهمهم للإنشاد. يعني إيه إنشاد؟ ما هو أصلا هو امتداد. أول سؤال بيسأله له أنت جاي ليه؟ جميل السؤال ده على فكرة. أنت جاي ليه؟ بيستنبط منه أنت عايز إيه كمان من مكان؟ بالظبط كده. عايز شهرة ولا مكان ولا تتعلم ولا مجرد مستحصل فاصل ولا شهادة؟ بيفهم الدفعة كلها عايزة إيه؟ خبره هو وفلان امتداد للشيخ للعلامة الشيخ ياسين التهامي. طبعا ده كله فوق راسنا مولانا الشيخ ياسين التهامي. طب إيه بقى اللي أنت كان حاجة لنفسك أنت غنيتها؟ نقول مثلا كل الصحابة. كل الصحابة بقعدته كانت بتعشق ضحكته، محلى بسمة حضرته، عاشق جمال سيدنا النبي، الضب يشهد والقمر يتشق نصين في السهر، حن الشجر حتى الحجر، سلم على سيدنا النبي، كفوا حرير لو تلمسوا، مسك وريحان في ملبسه، صف الملائكة بتحرسوا، صلوا على سيدنا النبي، محلى الزيارة للمقام، وفي حضرته حلو الكلام، ألفين صلاة ألفين سلام على الحبيب سيدنا النبي. كل الصحابة في قعدته كانت بتعشق ضحكته، محلى بسمة حضرته، عاشق جمال سيدنا النبي، البدر طار من طلعته، والكم بيعشق نظرته، محلى بسمة حضرته، صلوا على سيدنا النبي. عليه افضل الصلاه والسلام. ربنا يزيدك والله يا شيخ صالح حبيبي والله. ربنا يكتب لك النجاح كده والجمال ان شاء الله تعالى باذن الله اللي انت فيه. ربنا يكرمك. انه ربنا عز وجل لما بيمن على عبده بمنحه، يعني هو اكرم الاكرمين، فبيدي الصوت الحلو وبيدي كمان مع الصوت الحلو انك توصل لقلب الناس بجد. الحمد لله. حته التواصل دي لو فعلا اللي بيطلع من القلب بيوصل لقلبه والله. طبعا باخلاص. مولانا الشيخ محمود ياسين التهامي كان دائما بيقول المنشد او القارئ حس وحاله فعلا. في واحد بيعيش اللي قدامه. صحيح. بنلاقيها ناس كتير برضو تشكر على الجهد بتاعها ان هي بتجتهد وبتنشد. اكيد طبعا. تذكر الله سبحانه أكيد. وتعالى، ولكن هو بينتقص حاجه ممكن لقله خبره او لعدم دراسه او لانه الموضوع مش مستهوي بالمعنى، فتلاقيه منشد او مش لاقي اللي يقف وراه شويه يطرب. اكيد في منشد واصل. الحمد لله. دايما سيدنا العارفين بالله بيقول لك اللي هو ان اللي هم العارفين بالله يروا ما لا يراه الناظرون. اكيد طبعا. ربنا يكرمك جميل. ربنا يخليك. طيب ايه رايك بقى بصراحه في اللي حاصل في الهوجه بقى اللي حاصله ديات، اللي هي المهرجانات والزحمه والزيطه، وفيهم في ناس فيها اصوات حلوه،
عدم استثماره لده مش تحت شرط انه يبقى منشد بس، ممكن يروح حتى على الاقل خالص للطرب لتنظيف الودان لان ما يأذنيش. صح. اللي حاصل على الساحه ده وتقييمك وانت شباب، في حين انك ممكن كنت تستغل ده وتروح للسكه للاسف الاسهل والاسرع في الشهره. ما هو دي اقول لك ايه، يعني هو الانسان بيتربى على خلق وقيم. انا نشات في بيئه صالحه مثلا، لازم اكيد هتربى ان انا حفظت القران همشي في طريق القران. الله. ده تربى في بيئه غير صالحه بالنسبه للالفاظ البذيئه اللي احنا بنسمعها اليومين دول في المهرجانات وغيرها. يعني تعدينا كلمه البذيئه للاسف، حاجه بتسف وعري بتسوء ورقص بتسوء المجتمع المصري. طبعا طبعا. وده تراث يا جماعه، الفن، فن الانشاد او الطرب ده تراث، واحنا وجدنا ان احنا نجدده فنحييه صح عشان ولادنا واخواتنا الصغار يوصلوا لدرجه تكون كويسه، درجه فيها رقي للمجتمع وللشعب. واحنا مش اقل من ان احنا بندافع عن تراث وطننا، وطبعا ده لينا الشرف ان احنا بنجدد التراث مشايخنا القدامى زي مولانا النقشبندي. وطبعا انا سعيد معاك حبيبي. ربنا يخليك. ربنا يحفظك يا جميل. طيب قمر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. طبعا ده دي اغنيه الشعب، انشوده. أيوة. الشعب. يعني حبيبي الشيخ مصطفى عاطف يعني ابدع فيها، والشعب حفظها كما صحيحه. دي بتلاقيها ملازمه لكل المناسبات وكل ما تحب انت تعيش في حاله تانية خالص مع نفسك. أكيد. وكلماتها أكيد. سهل ممتنع. اكيد يعني نختم بيها ان شاء الله. نختم بيها ماشي. يعني خلاص نخليها نختم بيها مفيش مشاكل. عايز تسمع نسمع ولولا الهوى. نسمع ولولا الهوى. ماشي. ولولا الهوى، ولولا الهوى، ولولا الهوى لم ترق دمعا على طلل، ولا أرقت لذكر الباري والعالمين. ولولا الهوى على طلل، ولا رقت لذكر الباري والعلم، قسما بنور المصطفى وجماله لم يخلق الرحمن مثل صفاته، المسك والكافور من عرق النبي، والورد والياسمين من وجناته، ندر علي ندر علي إذا وصلت مقامه، لو مرغ الخدين في عتباته، وأكل عيني ينظري وتمتعي، هذا رسول الله شرف خلقي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. قلنا الإنشاد والابتهال، في فرق ما بين المبتهل والمنشد؟ أكيد طبعا. اللي هو إيه؟ الابتهال اللي احنا معترفين به إن الابتهال دائما بيبقى في صلاة الفجر طبعا. بنسمع الشيخ بيقول ابتهال. أما الإنشاد بيبقى فيه إيقاع وفي رتم معين وفي درجه معينه بيمشي بيها مع الايقاع، يعني قواعد ونظام. لكن اكيد طبعا ده علم، ده علم يا مولانا. يعني الانشاد علم، وطبعا بيتفرع منه كذا فرع زي الابتهال والتواشيح زي يا ايها المختار. يعني نسب شريف احدى فروع الانشاد اللي هي أكيد الرئيسية. العنوان الرئيسي. اكيد طبعا. اكيد اكيد.
وزي ما قلت لحضرتك ان مشايخنا الشيخ محمود التهامي والمايسترو مصطفى النجدي والشيخ طال اسكندراني بيحاولوا يوصلوا ده للناس, بيحاولوا يوصلوا ده للانشاد ونجحوا في كده. لكن في واحد ما زالوا مستمرين, بس واحد يبقى مبتهل بس, ده ممكن؟ ممكن, لا يعني في, ما انا بسالك عشان انت, بس أكيد, انت اكيد طبعا في المجال, فانت شايف يعني في واحد ممكن يبقى منشد بس واحد مبتهل. احنا ليه في النقابه بيعلموا توشيح؟ بعيد عن النقابه, انا بكلمك في العموم. انا عايز اوصل لحضرتك نطلع من حدود النقابه. تمام. النقابه خلاص يعني مشكوره. تمام. بتعمل, انا بتكلم على الساحه اللي بره. اكيد طبعا في واحد يكون مبتهل فقط, في واحد يكون منشد فقط. اكيد اكيد موجود. طيب ايه بقى المواصفات اللي مطلوبه في المبتهل؟ المفروض يتحلى بايه بعيد عن الاخلاقيات؟ طبعا ده ثوابت واساسيات, انه طبعا لازم يكون حافظ المقامات دراسه ودرايه. ايوه تم, يعني مش عشوائيه كده. لا مفيش حاجه, مفيش حاجه عشوائيه. كل ده علم. يروح اماكن فرضا في الاقاليم, النقابه هنا موجوده في القاهره مثلا. اكيد طبعا. يروح اماكن فين غير كده ممكن يعلمه؟ هو انا ليه بقول ده, في ناس عندنا كنوز في الاقاليم, وخصوصا انا بتكلم على اساس كمان انت في الاقليم, واكيد انت النقابه في القاهره صح؟ اكيد. فبتعاني في عصر الامير طاز. انت اكيد بتعاني لو هي غير ان هي تكون عندك في الدقهليه, في الاليوبيه. في الاليوبيه صح. طيب لو فرضا انت ما جيتش وعندك الموهبه, في اماكن تانية بتعلم المقامات والدراسه اكاديميه هو يعني ولا لا؟ اكيد اكيد في المحافظات, يعني خصوصا الثقافه دي فاتحه المجال ده. بس دي اللي معروفه ومشهوره جدا. وطبعا بتبقى موثقه من وزاره الثقافه, هي مدرسه الانشاد الديني والمبتهلين. طبعا سميت نقابه الانشاد الديني والمبتهلين لان في ناس سارت زي ما حضرتك بتسال الان, ممكن يبقى مبتهل فقط او منشد فقط, فده بيكتسب الخبرات من هنا, من المدرسه, من نقابه الانشاد الديني. ايوه, عشان هي اصل العلوم موجود فيها, ومشايخ هم مهنتهم, فبيثقلوكم بخبراتهم وموهبتهم وادائهم اللي حافظينه. ربنا يمن عليهم بالخير يا رب زي ما منوا علينا. تعال بقى نروح ايه تاني غير ان هو يتعلم مقامات؟ تكون عنده مخارج الحروف كويسه جدا. يعني ممكن طبعًا يتدرب على الصوتيات, يقرا قران, القران هتحسن الفاظه. ايوه هتحسن. انا بقول لك قول عشان هم بقى يسمعونا, خصوصا هتحسن الشباب اللي في الاقاليم, هتحسن خروج الالفاظ عند المخارج عند الالفاظ. وطبعا لازم يكون ذو خلق اهم حاجه, ربنا سبحانه وتعالى لازم يكون, يعني هو واجهه برضه بيتنظر له, ودي مسؤوليه يعني. أكيد ربنا بيديك من نفع, لازم يصفي النيه بينه وبين ربنا. لازم ينزع من جواه الأنا. حاجه اسمها الكبر, الانا دي لازم يشيلها من جواه هنا. لاني انا صح وحضرتك صح وغيري صح. لازم اتقبل واسمع عشان استفيد. طيب على ذكر ده بقى, جيت انت في فتره من الفترات, يعني انت انت بادئ من زمان, سنك صغير بس بادئ من زمان, بسم الله ما شاء الله. جيت حد قال لك ايه والنبي صالح خليك شويه بس اقعد ركز في دراستك بلاش, حصل ده معاك ولا لا؟ هو حصل من والدتي طبعا, بعد ما انت بتقول هي اللي معلماك. ايوه, بعد ما كانت في الاول واقفه معايا. وطبعا امي ربنا يديها الصحه والعافيه, طبعا كانت واقفه معايا واقفه كبيره جدا, لدرجه ان انا وانا في سن 12 سنه كنت باجي القاهره. ففكره ان مدياك الثقه الحريه خافت ام برضه, بحسس الام ان يعني بيبعد مسافه, وانا وطبعا ام بتخاف على ولادها. طبعا لازم تقول له اقعد شويه, لسه اما تكبر شويه. طب ده غير الخوف الطبيعي, حد من حواليك احبطك؟ لازم, ما لازم يطلع اي حد يحبط. الشاهد من سؤالي ايه, انت ممكن كنت تيجي في فتره من الفترات حد يقول لك خلاص بس خليك في دراستك, يعني بصوتك يعني كويس وخلاص, ما كنتش كملت, فما كنتش لقيت هنا ولا رحت لمدرسه الانشاد الديني, ولا ربنا كرمك مثلا بان بدات تتعلم وثوابت وبقى عندك مثلا خلفيات. انا ناس كتير وقفوا معايا لدرجه ان انا اوصل لمدرسه الانشاد الديني, او ان انا يعني سعيت. اكيد اكيد السعي مطلوب. السعي مطلوب, ولو فشلت ما تقعش. ايوه, لا قوم تاني. وده قمه النجاح عشان على فكره. اكيد طبعا. اكيد طبعا, عشان ممكن يكون ربنا قدر السبب انك تقع عشان تقوم للاحسن. هو في مثل الماني تاكيد لكلامك بيقول ان يعني النجاح لا يقاس بالمكانه اللي انت وصلت ليها. اكيد طبعا, بقدر ما يقاس بالصعاب اللي انت تخطيتها. صح. يعني فممكن يجي لك حد يقول لك خلاص, لازم الانسان يسعى
وما يفقدش الامل. لازم يبقى عنده ثقه بربنا، لازم يبقى عنده يقين وهدف ان انا هوصل لده. ربنا يكرمك يا جميل. ربنا يخليك. طب انا ليا هدف بقى اسمعك تاني. امرني. ماشي. شوف انت نسمع حد مثلاً من يعني نسمع حاجه جديده. ماشي. ويا ربي لو ترضى عني في انشادي تحلى المعاني، وده من ده غيرك يعني، والله غيرك معاني. الله 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 الله. وفي بعض تقوى صلتنا، والقوة في اللي أعطاها، وبعد تقوى صلتنا، والقوة في اللي أعطاها، على منها تبقى صلتنا، على أشرف الخلق طه. الله 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 الله. القلب سبكم ورحله، وفي عشقه هبدا حياتي، سيبوني غرقان في بحره، ده الموت في بحره حياتي. الله 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 الله. ويا ربي لو ترضى عني في انشادي تحلى المعاني، وده من ده غيرك يعني، والله غيرك معاني. الله الله. صلى الله عليه وسلم. على السلام. والله أكبر عليك. ربنا يكرمك يا. ودايما بندعي لك تاني من قلوبنا، ربنا يزيدك من نعيم الله إن شاء الله تعالى. مين بقى من أسيادنا اللي أقرب ليك يعني الشيخ نقشبندي، أي شيخ من المشايخ المنشدين يعني تحس انك انت عايز تبقى امتداد ليه تسمعه كده؟ مولانا الشيخ النقشبندي. الشيخ النقشبندي حاله من الروحانيات بيبقى فيها حس بسم الله ما شاء الله، يعني فوق الوصف، فوق الكلمات. مش قادر اوصفه لانه بسم الله ما شاء الله. طبعا في رمضان الشيخ النقشبندي ما بيخلاش من اي بنت في البيوت المصريه. كان سيدنا الشيخ رفعت هو صوت رمضان، فالشيخ النقشبندي هو امتداد لهذا الصوت. نعم يعني موجود. نعم. طيب الشيخ النقشبندي اشهر انشوداته ايه كانت؟ مولاي اكيد كانت. طيب. مولاي طبعا. حابب نسمعها بقى. لازم نسمع مولاي؟ لا براحتك، انا مش يعني مش كبار، بس هي يعني متعه يعني. نسمع يلا نسمعها. ممكن نسمعها بصوتك انت، مش باداء سيدنا الشيخ النقشبندي. تمام. مفيش اي مانع. هي اصل المقارنه ظلمه للطرفين اكيد طبعا. احنا بنتمنى ان احنا نوصل للمكانه. هذا حابين نقول كده، انا بسعى اني اوصل للدرجه دي، ولكن طبعاً. المقارنه مثلا أكيد. صوت المقارنة الشاب صعبة جدا. الشيخ صالح اللي طالع صعبه. سيدنا طبعاً. له ما له طبعا. طبعا فضل. بس الموجب علينا ان احنا نسعى زي ما قلت لحضرتك في الاول، ان احنا نسعى نوصل للصوت. صحيح صحيح. نسمع يلا الرضا. مش مولاي. يلا رضا. هنسمع مولاي بعدين ان شاء الله. ماشي تفضل. يا اهل الرضا يا اهل الرضا، يا رب العفو عما مضى. يا اهل الرضا يا اهل الرضا، يا رب العفو عما مضى. اشرب شراب شراب العاشقين، الله اهل المحبه واليقين. الله اشرب شراب 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 العاشقين، الله اهل المحبه واليقين. الله سقاهم رب كريم، كريم وهاب هام بذكر الله. يا اهل الرضا يا اهل الرضا، يا رب العاف عما مضى. دلوني دلوني
يشوفوني يا الله عليه إكراما لمحمد دلوني عليه محبوب التوارى بحب الجمال وعني تسامى وأرقى الدلال وقد عيل صبري وعز النوال فبالله ربي دلوني عليه دلوني دلوني يا الله عليه إكراما لمحمد دلوني عليه أتيناك بالفقر يا ذا الغنى وأنت الذي لم تزل محسنا فيا رب صلي فيا رب صلي على المصطفى صلاة تكون أمانا لنا دلوني دلوني يا أهل الله عليه إكراما لمحمد دلوني عليه عليه الصلاة والسلام. الله ربنا يكرمك يا شيخ صالح. ربنا يخليك يا رب. حتى يعني كل واحد سبحان الله بيبقى ليه حظ من اسمه والله. الحمد لله. يعني بداية خير بإذن الله إن شاء الله تعالى. بركة القرآن وبركة النبي صلى الله عليه وسلم. على ذكر القرآن الكريم. الحمد لله رب العالمين. إيه رأيك فيما يسمى دلوقتي بالإنفلات الصوتي؟ اللي هو بيبقى الصوت أو جمال الصوت أو رغبة من القارئ إنه يطلع جمال صوته. على حسب ما هو يعني فاهم يعني بيتعدى الأحكام على حسب الأحكام. على حساب أحكام القرآن وأحكام أحكام القرآن. ده غلط. إيه بقى ده بيحصل للأسف. ده بيحصل وبيحصل من مشايخ يعني أوقات بتبقى معروفة يعني بجد يعني حرام حرام لأن ده قرآن أنزل على خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم طب القلوب ودوائها وعافية الأبصار وشفاؤها. وطبعا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تعب في تبليغ القرآن تعب في تبليغ الدعوة. فإحنا كبشر مش هنضيع ده في ثانية. لا لازم نرجع ونحافظ على القرآن الكريم ونحافظ على أحكامه وتجويده وقراءته. ولازم يبقى فاهم إنه بيأسم بده. أكيد طبعا أكيد يعني أكيد بيشيل ذنب كبير جدا. كان مشرفني هنا في الاستوديو فبقول له نفس السؤال كده بس بطريقه مختلفه. فبقول له طب انت المفروض تعمل ايه؟ فقال لي المفروض احبسه. فقول له تحبس قارئ القران؟ قال احبسه ولا يروح النار. يعني هو لا صح. يتحبس في الدنيا. يتحبس في الدنيا لان في النار يعني هيتحبس ومش هيخرج. يعني ده قران ربنا انزله انت كبشر جاي تنغم في القران؟ ده استحاله. دي تبقى مهزله تبقى مهزله. وطبعا انا طبعا لا ارضى بهذا وأنا لست شيئا طبعا يعني لست قامة في أو لست أهل علم. أنت معك كنز طبعا القرآن الكريم الحمد لله رب العالمين سواء حافظ أو مش حافظ ده نعمة من ربنا طبعا بيمن عليها بيمن علينا وبيختار العبد المناسب في الأرض عشان يحمله الأمانة دي. لأن القرآن عرض على الجبال فأبينا أن يحملناها. ربي أكرم بقوم أكرموا القرآن وضعوه فوق الرؤوس والأبدان. نعم. إن شاء الله تعالى بإذن الله ربنا يكرمك. الحمد لله رب العالمين. نرجع تاني برضو للجمال اللي بيبقى في التون الصوت. الإنشاد محتاج تون صوت خاص بيه. أنت بتتدرب يعني حاطط لنفسك نظام إن أنا مثلا أتدرب كل يوم كم ساعة أو غير برضو أنك أنت في المدرسة غير مدرسة الإنشاد الديني. أنت بتطور نفسك إزاي؟ في حاجة يعني سماعي يعني أكتر ولا الحفاظ على الصوت للقارئ أو المنشد. طبعا نصائح خدناها إن القارئ أو المنشد بعد ما يصحى من النوم المفروض ما يتكلمش لمدة ساعتين. على هو طبعا هو كده نصيحة لها مغزى بس جديدة دي يعني يعني بعد ما يصحى بساعتين يبتدي يتكلم بقى ويتكلم بصوت واطي جدا عشان يحافظ على الباور والطاقة بتاع صوته. صحيح. سواء لعزاء أو لإنشاد أو لفرح لمكانه. أكيد طبعا. وده لازم ينام بدري. النوم مطلوب جدا لراحة الجسم وراحة الصوت. وطبعا خدنا من مشايخنا في النقابة طبعا في كتاب بنستلمه بيبقى مكتوب فيه
ازاي نقدر نحافظ على صوتنا، ازاي نقدر الاكل المطلوب ان احنا ناكله للحفاظ على صوتنا. البعض منها زي الحلاوه، الحلاوه الطحينيه دي جميله جدا للصوت وتغذي الصوت جدا، المشروبات موجوده الصحيه والاكل والشرب اكيد طبعا. طب في نواحي تانية اللي هي انك انت برضو تكون منشط قارئ ومطلع فبتحس الكلمه اكيد طبعا. كان سيدنا صاحب الفضيله برضو هو يستحق هذا اللقب الشيخ ياسين الاكرامي، كان في احدى اللقاءات تقريبا قال ان القارئ المنشد المثقف بيبان على المسرح. اكيد طبعا اكيد صحيح كده اكيد. لو طلع طبقه عاليه ممكن يقدر يدخل في طبقه تانية ويتلاشى لو في خطا معين بيتلاشى. اكيد طبعا اكيد. ادراكه كمان للكلمه ده بيبان فعلا على المسرح، لان شعر وطبعا يشكر عليها مولانا الشيخ ياسين التهامي لجهده، وان هو بيبين ان المنشد المتميز او المبتهل المتميز يقدر انه يغير من طبقه لطبقه على المسرح. ده بالنسبه للطبقه، كمان بالنسبه لطول الصوت طبعًا. كمان لو جيت للكلمات مثلا شعر زي سيدنا الفارط ابن الفارط، في كلمات جافه شويه وجامده فعايزه تفسير، فانت لو فهمها هتفسر معناها في مخارج الفاظك. اكيد طبعا اكيد اكيد. طب ايه بقى نسمع مولانا؟ مولانا الشيخ محمود. نسمع مولانا مولاي مولاي عيوني ماشي. عيوني مولاي إني ببابك مولاي أقوم بالليل والأسحار ساية أدعو وهمس دعائي أدعو وهمس دعائي بالدموع ندي بنور وجهك إني عائذ وجل ومن يعوذ بك لن يشقى إلى الأبد مهما لقيت من الدنيا وعارضها فأنت لي شغل عما يرى جسدي تحلو مرارة عيش في رضا تحلو مرارة عيش في رضاك في رضاك تحلو مرارة عيش في رضاك وما أطيق سخطك على عيش من الرغد من لي سواك ومن سواك يرى قلبي ويسمع كل الخلائق ظل في يد الصمد أدعوك يا أدعوك يا رب فاغفر ذلتي كرما واجعل شفيع دعائي حسن معتقد وانظر لحالي في خوف وفي طمع هل يرحم العبد بعد الله من أحد. الله عليك جميل والله. ربنا يخليك يا رب. في كتير أنا طبعا ما جبتش زي مولانا طبعا ده لأني برضو حفاظا على صوتي وربنا يمن علينا إن احنا نوصل لطبقة مولانا. إن شاء الله تعالى. أنا عشان كده أنا ليه بقول لك مولانا قالها
وليها طابع خاص. ربنا يبارك فيه. وانت قلتها ربنا يعطيه طابع خاص، وهو ده على فكره اللي احنا بنقوله. اكيد طبعا لازم انت تحط بصمتك ان انا فين انت؟ اقدم عليها صح. واعملها دايما. بيقول لك حتى النجاح بيحتاج الى اقدام اكثر من اقدام. اكيد لا طبعاً. انا هقلد سيدنا فهوصل لدرجه معينه، وهو انا حبه فهياخدني لسكه جميله خالص. اكيد طبعا. اصل المكان ده مش هوصل له، اصل حته الاحباط ده ما بنوصل، يعني هو ده اللي عاوزين ننزعه من الشباب وخصوصا اصحاب المواهب الجميله. ربنا بوجه الشكر والتحية والتقدير لوالدتك، ربنا إن شاء الله تعالى يديها الصحة عشان خرجتنا هذا الجميل. يا رب. طيب يا رب. كلمة بقى منك أنت، ربنا كرمك بوالدتك فخدتك لسكة حلو. كلمة منك والدتي جدتي الله يرحمها وجدتك عليها رحمة الله. ربنا يرحمها. كلمة بقى منك للأباء والأمهات إن ياخدوا عيالهم في طريق القرآن، ياخدوا عيالهم يحفظوه السند الحقيقي، يخلوه يستمتع إن مكان مش لازم يطلع الشيخ سيدنا الحصري، مش لازم يطلع الشيخ محمد رفعت، مش لازم يبقى يلاقي، بس الأهم إنه يكون عنده ثوابت القرآن أكيد الكريم. ممكن تبقى الشيخ أحمد، ممكن تبقى الشيخ محمود، بس بطبعك أنت وبنفسك أنت. تكون حافظ أكيد القرآن طبعا متابع أكيد وتتدبر في آيات. وعدم التنوم بقى للآباء والأمهات يعملوا مع أولادهم. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. طبعا لكل أب ولكل أم لازم نربي الطفل أو البنت على الطريقة الصحيحة، نربيها على حب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لازم تنشأ في بيئة صالحة بعيد عن الألفاظ السوقية طبعا اللي احنا بنسمعها في الأيام دي. طبعا ربنا يخرجنا من الدنيا غير مفتونين، لأن بقى في فتن كثيرة. لازم نحافظ على أولادنا، نعلمهم القرآن الكريم من عند ما الطفل ابتدى يقرأ. طبعا أنا علمه الحروف، بعد كده أنا علمه أسماء الله الحسنى، الرحمن والرحيم الملك القدوس إلى آخرها. ثم ينتقل الطفل إلى قراءة الصور الصغيرة مثل الفاتحة، الإخلاص، الفلق، الناس. كل هذا ينمي عند الطفل الحضور. وطبعا لازم نشجعه أيوة. على كده، مش لازم نقوله لو ما حفظتش هنعمل كذا، لو ما حفظتش هنعمل كذا. لا طبعا، عمر ما كان التعليم كده، عمر ما كان الحفظ كده. لازم نتقدم يا جماعه، لازم ناخذ البلد للامام مش نرجع لورا. بلاد كتير اتقدمت واحنا لسه زي ما احنا، لا لازم نتقدم، لازم نكون، لازم نثبت، ولازم نحط ايدينا على الطريق الصحيح ويكون اول الطريق الصحيح القرآن الكريم. طبعا اكيد طبعا لازم نربي اولادنا على سنه النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ صالح، بيبقى في مواسم بتطلبوا فيها اكتر؟ انت بتحسدنا بقى. لا ما لسه اقول لك كام عليك كام وبتاع، في ضرائب بره. اكيد دفعوني بره يعني. لا مش بره، هنا. لا هنا ما بتدفعش، انا مستمتعين بوجودك، لكن انت كده يعني ربنا يخليك يا رب. طب هي المهنه يعني بعيد عن مكسبها المادي، ليها مكسب ادبي تاني. هي مهنه لها مستلزمات طبعا. اكيد طبعا. تدريبات صوت وسفر ومظهر يليق اكيد اكيد طبعا. ليكم مواسم بتطلبوا فيها ولا على مدار السنه كام؟ هو المنشد بيبقى مطلوب طول السنة عموما يعني. بيبقى موجود في إحياء ليالي، إحياء حفلات، إحياء عقائق. لو ولد مولود طبعا لازم يبقى فيها مديح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وده في حد ذاته كويس جدا للمنشدين يعني. وبيحفزهم وبيحرم، لأن هو برضه بيبقى عنده بيت مسؤوليات أكيد طبعا. وطبعا الواحد بيتفرغ عن مسؤولياته، بيبقى ماشي في طريق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وربنا يمن علينا بنفحة من نفحات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا يكرمك بإذن الله. ربنا يخليك يا رب. طيب لو رجعنا برضه للإنشاد الديني، إيه اللي ممكن يخلي عند حد موهبة بس ما تظهرش للناس؟ ممكن يبقى عند حد موهبة ما يظهرش الناس. عدم تسلط الضوء عليه. صح. ان الضوء مش يعني اللي هو اقصد الاعلام. 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 او ان حد يسمعه او ياخد فرصته. اكيد طبعا، لان في مواهب في مصر. في مواهب في مصر. وخصوصا في الاقاليم. وما هو دليل اهو، ربنا يكرمك جداً. يعني انت موجود معانا بجد موهبة. ربنا يخليك يا رب. انا مش لسه ما وصلتش برضو للي انا عايزه. انا بتكلم على موهبه محطوطه على الطريق الصح. الحمد لله رب العالمين. تعبك بالنجاح الشيخ محمود بيحطنا على الطريق وبعد كده بيسيبنا نجتهد نسعى بقى. انا علمتك
ربيتك على الأخلاق، يعني ربيتك على الأخلاق الصحيحة أو السليمة للمنشد، علمتك إزاي هتتعامل في وقت أنت طلعت بطبقة عالية، علمتك أنت إزاي هتنزل، علمتك أنت إزاي هتتحرك، علمك نفسك. الأساسيات والمعايير اللي هي يجب أنك تمشي عليها. أكيد بيسيبه بقى يجتهد. سؤال بقى، انت لابس جميل بسم الله ما شاء الله، وسيم وبدله وشيك وشاب جميل بسم الله ما شاء الله، لازم يلبس الزي ليها زي معين ولا خلاص بكاجوال عادي وبدله عادي ولا المنشد؟ يعني هو انا ممكن احكم على حد من زي؟ لا هو مش تحت شرط، بس ايهما بيبقى في واقعيه علشان الصوره الذهنيه اللي متاخده عند الناس. انا في بعض الناس، يعني انت عندك اللبس طب التاني؟ اكيد اللبس طبعا اللبس الازهر طبعا. لا الازهر ما وده تاج فوق راسي طبعا. طبعا انا افتخر انني ازهري، والكل يفتخر. أنا مفتخر، احنا بنفتخر ان نعرف ناس الحمد الازهر. لله رب العالمين، مالك طلبت وعلماء الازهر، لان من صغرهم بيدرسوا مواد اسمها مواد شرعيه. شرعيه طبعا، طبعا. حديث وتفسير وبتاع العام اللي بيبقى قده كان بيدرس 7 مواد عربي وانجليزي ورياضه. طيب انا استمتعت بيك، ربنا يخليك. انا هختم مع جمهورنا وهسيبك انت تمتع الناس. عايز تسمع قمر برضه؟ قمر بقمر ماشي، اتفقنا. عيوني ماشي. عيوني مشاهدينا، خلصت حلقه النهارده مع الجميل الشيخ صالح نصر. ربنا ان شاء الله تعالى يكرمه ويكرمه بموهبه جميله، واحنا مستمتعين والله ان سبحان الله مستثمرها في الطريق الصح، هو وامثاله هيطلعونا نماذج حلوه باذن الله ان شاء الله. الشعر ابحر، الشعر اشوق اليك يا رسول الله حركني بغير تردد، والشعر ابحر في ذكر محمد، فاذا مدحت محمد بقصيدتي فوالله لقد زادت قصيدتي نورا وجمالا وبهاء بذكر محمد، مهما قلنا لا نصف الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، ولأنه أكبر من حجم الكلمات. إن شاء الله تعالى الأسبوع اللي جاي في أدب وسياسة وفن ورياضة نتقابل في طريقي، وشكرا على هدية الجميل الكاتب الصحفي مدحت محي الدين والزميلة المتألقة مريم. شكرا، أشوفكم الأسبوع اللي جاي، وسيبكم مع الشيخ صالح تستمتعوا بقمر. وأجمل منك لم تر قط عين، وأطيب منك يا رسول الله لم تلد النساء خلق من كل عيب قد خلقت كما تشاء، قمر 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 سيدنا النبي قمر، الله الله وجميل، الله جميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل، كحيل الطرف حبيبي لو تراه، الله الله دحوق السن للعاشق رماه، الله الله بهي الطلعة فالمولى اصطفاه، بهي الطلعة فالمولى اصطفاه، بهي الطلعة فالمولى اصطفاه، حبيب الله يا خير البرى، يا قمر 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 سيدنا النبي قمر، وجميل والله جميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل.